عندنا المسح على الخفين والمسح على الجبيرة والمسح على العمامة والمسح على الخمار، مسح 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 مسح، تمام. لكن هناك فروقات بينهم، في أشياء تجمعهم وأشياء تفرق بينهم. كل هذا مسح، هذا يغطي الرأس وهذا يغطي مكان الكسر، وهذا من باب الفعل، يسمو الكسيرة جبيرة كما يسمو الأعمى بصير واللديق سليم، والأرض الذي ليس فيها ماء ولا كلى مفازة، وهي في الحقيقة هلاك، وهذا اللي تصعد عليه يسمى سلم من السلامة، وفي الغالب هلاك ليس كذا. المهم كل هذا من باب الفعل فيسموها جبيرة. المسح على الخفين له شروط. الأول أن يكون لبس الخفين على طهارة. ما هي الطهارة؟ يعني توضأ وضوء كامل، غسل الرجلين بالماء ثم لبس الخفين، هذا واحد. أن تكون طاهرة لا نجسة، أن تكون ساترة لغالب العضو، ساترة لغالب العضو. يعني من يقول بهذا ساترة لغالب العضو، عندنا شراغيب اليوم نص شراب كذا تشوفه يعني، ها ما أعرف والله إيش يسموه، كت. المهم هذه يظهر الكعبين، من يقول بهذا القول يصح المسح على هذا، إيه نعم، لأن ساترة لغالب العضو، نعم يصح المسح عليها، نعم لأن ساترة غالب العضو. طيب أن يكون المسح في الحدث الأصغر، وأن يكون المسح في الوقت، هذا شروط المسح على الخفين، خمسة شروط. الوقت عندنا يوم وليلة المقيم 24 ساعة، وثلاثة أيام بليليها للمسافر 72 ساعة، تمام. متى يبدأ وقت المسح؟ من أول مرة يمسح عليها. يعني الشيخ الآن توضأ صلاة الفجر وغسل أكرمكم الله الرجلين بالماء ولبس الجوربين، أذن لصلاة الظهر الساعة 11:30 على التوقيت عندنا هنا، مفهوم؟ مسح. إذن الآن بدأ وقت المسح، له أن يمسح إلى اليوم جمعة، له أن يمسح إلى يوم السبت. السبت قبل أن يؤذن لصلاة الظهر مسح، إذن المسح صحيح. بعد الظهر لو مسح المسح غير صحيح، باطل، لابد ينزع ويغسل الرجلين ثم بعد هذا يلبس. طيب خلاص يا شيخ، ما بقي شيء، الحمد لله.